السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أم سامي. كما عودتكم دائما بوصفاتي الخفيفة سواء كانت حلو أو مالح. بالنسبة للوصفة نتاع اليوم راح نحضر لكم خبز الفارينة. إذا الوصفة نتاع نهار اليوم راح نعملها بالحليب وراح تكون روعة. وبالنسبة للعجينة هذه اللي راح نخدم بها الخبز نقدروا نخدموا بها يعني البيتزا، نقدروا نخدموا بها لي بتي بان، خبز الهامبرغر. يعني العجينة هذه كما قلت لكم ما تحتاجش للعجن. دوكا نبداو بالمقادير نتاع هذا الخبز هذا والمكونات. انا راح نعمل هنا نص لتر تاع الحليب، نزيدو كاس مغرف تاع السكر، ومغرفة تاع الخميرة، فوالا نخلط من احسن ديال لافوي. هنا الخميرة اذا الجو يكون يعني سخون نديرو مغرف، واذا يكون الجو شوية بارد نديرو مغرف ونص. فوالا كيما راكم تشوفو خلط مليح. دوك انا نخلي الخميرة نتاعي تتفاعل يعني مع الحليب والسكر مدة 10 دقائق. دوك انا راح نقفل عليها. فوالا كما قلت لكم نخليوها 10 دقائق باش تتفاعل الخميرة نتاعنا مليح. شوية هنا منخليوش الهواء يدخلها. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما خلينا الخميرة نتاعنا 10 دقائق كيما راكم تشوفوا يتفاعلت هنا. هنا نزيد نخلط، نزيد لها كاس تاع زيت تاع لاتاي، نخلط شوية نزيدو بيضة نزيدو نخلطو. كما راكم تشوفوا هنا نزيد شوية ملح، نبدا نلوح الفارينة. الفارينة بعد ما غربلتها بيان سور نلوحو بشوي بشوي. حنا قلنا كيما قلنا نهار الاول اللي يسمى العجينة ما نعجنوهاش. نزيد وحدة خميرة كيميائية ونبدا نخلط. هنا العجينة ما نجريوهاش ومن يبسوهاش. انا ما زلت نحتاج الفارينة
تحركوا بلافوين ليه نزيدوا لها شويه فرينه هنا نخلطهم مليح هنا مازلنا نحتاجو الفارينة حتى تصبح عجينة هنا الفرينة غنغلقو بشوي بشوي باش ما نيبسوهاش بزاف انا هنا دوكا نحتاج للمغرف باسكو هنا بدات تتعجن لي خلطهم ليه خلطوا اذا شفناها مازال تحتاج نزيدوا لها الفرينه مازال تحتاج الفرينة نسخنها شوية ونخلطو مليح هي لازم تكون تتلاصق في المغرف ولا في اليد كما راكم تشوفوا زيدوا شوي شوي عيني ميزاني لازم ما نشيحهاش بزاف ندخلوا الفرينة مليح في العجين فوالا هكذا نحتاجوها دوكا نزيد نغطي عليها ونخليها تزيد تخمر 10 دقائق اخرى كيما راكم تشوفوا هاي العجينة تاعنا هاي تخمرت دوكا انا واش راح ندير انا نهبطها شويه بزيت زيت بالزيت زيتو نهبطها ندي غازي الخميرة تاعنا نعاود نهبطها فوالا
الان هبطلها خلاص. دوكا نزيد ونخليها تزيد تعاود ترتاح 10 دقائق تزيد تتخمر. هذا هو السر نتاع العجينه نتاعنا كي قلت لكم ما نعجنوهاش. فوالا دوكا انا نزيد نغطي عليها ونخليها حوالي 10 دقائق اخرى. فوالا كيما راكم تشوفوا انا هذه المره الثالثه اللي خمرتها، الثانيه درتها وهذه الاخيره. نزيد نهبطها كيما راكم تشوفوا. هنا ندير شوية سينوج اللون ما درتوش. هنا دوك نحطو العجينة نتاعنا هنا في البلا هذا كيما راكم تشوفو. هنا راح نعجنها. كيما راكم تشوفو انا حبزتو. دوكا نزيد ندهنو شويه بالبيض. هلا ندهنو كامل. هنا بعد ما دهناها بالزيت بالبيض نديرو لها شويه سينوج من هنا من الفوق. نزيدو نخليوها 10 دقائق ومن بعد ندخلوها للفرن. الفرن لازم يكون درجة الحرارة نتاعو تكون 180 إلى 200 درجة، والطهي يكون 20 دقيقة إلى 25 دقيقة. وان شاء الله نتلاقاو كي نطيبو ان شاء الله الخبز نتاعنا نتلاقاو. فوالا هاو الخبز تاعنا كيفاه يجي بعد ما خرجته من الفرن. فوالا مازال سخون، نقص باش تشوفو. مازال سخون هكا كي تفتف، لازم نخليوه شويه يبرد. فوالا كيما راكم تشوفوا هذا هو الخبز تاعنا تاع الفارينه. فوالا كيف يجي هنا، سمع هذا هو القوام نتاعو كيفاه يجي. هنا خفيف خلاص كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وانا ما عليا غير نقول لكم بقاو على خير ان شاء الله في وصفات اخرى باذن الله.